هذا المبنى فيه روح، فيه روح الشعر، فيه روح محمود درويش اللي حب فلسطين وفلسطين حبته. بعتبر انه هذا المكان هو يعني عامل ماخذ مساحه ممتازه، ويا ريته اكبر اصلا من هيك، لانه على القليله بيحترم الارض شوي وبيحترم قدسيه المدينه. متحف محمود درويش علامه من علامات رام الله. وتنفس لسكان المدينة، مش بس على فكرة لمدينة رام الله، وأيضاً للقرى المحيطة ولسكان الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، وأي زائر لفلسطين أصبح هذا المكان من الأماكن المحببة زيارتها، يعني الأماكن المحببة للقلب لزيارتها. وجود متحف زي متحف محمود درويش، وهو متحف شخصي في رام الله، هو أضفى روح مختلفة لمدينة رام الله اللي تعرف كأنها مدينة من الكونكريت، مدينة اقتصادية بحتة، مباني إما مؤسسات رسمية أو مباني تجارية. كون هذا المكان فضاء لكل المبدعين وكل المفكرين وكل المواهب إنه تقدم إبداعاتها للمجتمع الفلسطيني، وتكون منصة لانطلاق المواهب باتجاه فضاءات إقليمية وعربية وعالمية. الفجر أعني فجري، نقيض الكلام ورائحة القهوة تتشرب الأصوات، ولو كانت تحية مثل صباح الخير. لمسة وفاء إنه بالمناسبات، سواء كانت المناسبات الوطنية ولا مناسبات الأعياد، أنا اللي إذا بيكون في أي مناسبة وكنت أنا فيها خارج البلاد وما كنت بهذا المكان، هالقد بشعر بانزعاج شديد، خليني أسميها هيك، لأن أنا تعودت من يوم ما رحل محمود درويش لغاية اليوم كل عيد وأعيادنا متعددة ومختلفة إنه إحنا نكون بهذا المكان. جيران المتحف رواده بالأساس، محبي محمود درويش، كل أهل رام الله، من مثقفين مبدعين بياخذوا الإلهام من روحه التي يعني تعشعش في المكان، تحلق حوله، حتى العشاق الذين يحاولون سرقة لحظات حب ما بين هذا الكم الكبير من الوقت المفعم بالحرب ورائحة الحرب الكريهة، وليس فقط رام الله والبيري، بل كل فلسطين الذين وطئوا أرضها وزاروا متحف محمود درويش، ترحموا على روحه وقرأوا له الفاتحة. علاقتي مع هذا المكان، جيت أنا هون أهرب، يعني كانت فترة بحياتي شوي صعبة، فجيت أهرب على هذا المكان لأني بحب محمود درويش، فقررت أني أشتغل فيه. ولما بلشت إشي كتير صغير جوا المكان،
وهلا شوي شوي بلشت علاقتي تتطور، بطل الموضوع بس مجرد حب لمحمود درويش، بتحول الموضوع لشيء اكبر، انه حب لفلسطين، شو بتقدري تقدمي لفلسطين بس بطريقه ثانيه، انه كيف تبيني فلسطين لكل الزوار اللي بنستضيفهم من خارج فلسطين، كيف تحكي عن فلسطين عن طريق سيره محمود درويش. صفى الموضوع مش بس حب لشخص، صار حب لقضيه وتعبير عن الذات يعني. فعلاقتي بهذا المكان لا بطلت علاقتي بمحمود درويش، صارت علاقتي بكل المفاهيم اللي بيحتويها محمود درويش، من القضيه للثقافه للمقاومه للتطور. المكان برام الله، لكن المكان مش مخصص فقط لأهل رام الله، مش بس أهل رام الله اللي بزوروا هذا المكان. أنا كتير بكون سعيدة جداً وبفرح، فعلاً بفرح، وبحس إنه محمود نفسه ببيته الأخير فرحان لما بشوف عدد هائل من الطلاب، من طلاب المدارس من مختلف مناطق فلسطين بيجوا بزوروا محمود درويش، وفي حدا عم بيعرفهم على هذا المكان وعم بيعرفهم على تاريخ محمود درويش. كتير بفرح لما بلاقي أهلنا من 48 موجودين بهذا المكان، أهلنا من مختلف مناطق الضفة. حكيت لهم بدنا نروح على متحف محمود درويش عشان نعبر عن ذاتنا هناك بشكل أوضح ونفرح، لأنه الوجود هناك عبارة عن فعل فرح تماماً يعني، ويعني عكس المدرسة تماماً. هناك لا في قوانين ولا في طباشير ولا في علامات ولا في مراقبة ولا في تفتيش ولا في زي مدرسة ولا في طوابير، فبترح نكون في نقيض القيود، نقيض التجهم، نقيض الصرامة، وكمان أهم شيء نقيض اللا حركة. إحنا جينا هون عشان نتحرك، لأنه جميل الواحد يتحرك حوالين محمود درويش. أمشي أهرول أركض أصعد أنزل أصرخ أولول أسرع أبطئ أهوي أخف أجف أسير أطير أركض أنسى أرى لا أرى أهمس أصرخ لا أستطيع أسقط أعلو وأهبط أدمى ويدمى علي. أنا آخر مرة جيت يمكن قبل سنة أو سنتين، فكتير اشتقت لهذا المكان، حبيت أشوف إيش التغيرات اللي صارت. فأول ما الأستاذ اقترح علينا أنا يعني انبسطت كتير، وحكيت يعني متمنى إنه هذا اليوم يجي. ويعني هو مكان لو أنا يصحي لي كل يوم أجي أدرس هون، الجمعة والسبت بداوم هون، فرغنا عن شعورنا عن لشعر، شاعر كبير جداً محمود درويش اللي الكل بتمنى يجي هون. وأصلاً هو لما تيجي هون بس تنظر لضريح الشاعر محمود درويش تحس في راحة نفسية، تحس في حزن وفرح، تحس في مشاعر غريبة بتصير جواك. إنه أنا دائماً يوم بحب أجي هون بحب أبوح لأكبر شاعر بالنسبة لي اللي هو محمود درويش، بحب أبوح له بالأسرار اللي بتكون مخبية في قلبي، بكون مبسوط كثير يوم ما ببوح له، مع إنه بجوز بسمعني أو بسمعنيش، بس بكون كثير مبسوط يوم أنا ببوح للهوى ولإله وللعمارات والمباني والطبيعة والمكان الجميل هون. مرات بكون زعلان كثير لدرجة بكون مش طايق الحياة بالمرة، يوم ما باجي هون بشوف الشجر وببوح للأسرار وببوح أسراري بحس إني خلاص تحسنت، بطل إشي فيي. بالنسبة لي هاي أنا كل ما أجي على متحف محمود درويش بالليل بكون الضوء خافت هون، بحسها عن جد، وأي حدا ممكن ينتبه إلها أو يركز نظره عليها بحس إنها شجرة، امرأة شكلها شكل امرأة تماماً منحنية تصلي أو تبكي أو تناجي أو تحلم، يعني
بقدر الواحد كمان يضفي عليها أي حالة أخرى هو بحسها. فسميتها أنا المرأة الشجرة، وكتبت عنها على فكرة بوست على الفيسبوك أنا، وحكيت لطلابي عنها، أنه حكيت لهم من زاوية الخيال طبعاً أنه محمود درويش في شجرة كتير حوالين قبره، بس أنا بتخيل أنه هذول الشجر عبارة عن نساء زرعوا نفسهم هناك لأسباب معينة، وهم طبعاً أثناء الحصة جاوبوا وفكروا أنه شو دوافع وجود النساء حول محمود درويش كشجر. المتحف ككل جيرانه بيعتمدوا على حديقة البروة، المساحة اللي تركتها المساحة الخضراء والوسيعة وهذا البساطة في التصميم هو اللي معطي المتحف تميزه في مدينة رام الله تحديدا. فعلاقتهم معه هو كوجوده في هاي المنطقة في رام الله، كتحول هاي المساحة كمان لمساحة ثقافية بوجود قصر رام الله الثقافي كمان، أعطى هاي المنطقة خصوصيتها، فصاروا يجوا هون أكثر لأنه يلاقوا متنفس، صار هون مكان للراحة مش بس للمعرفة. الشراب المرصع باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها. أنا فنانة تشكيلية من مدينة نابلس، عملت معرضي الأول هون كان اسمه نوستالجيا. نوستالجيا اللي هي حالة الحنين للإنسان أو للمكان اللي لا يمكن أنه نسترجعه بالحاضر، إشي يعني انتهى وخلص. فكان ارتباط الاسم في يعني لما اخترت الاسم كان بناء على اختيار حالة بعيشها في حياتي الحقيقية، يعني أنه الواحد في فصول في الحياة ما بتنعاد، وبنفس الوقت ارتباط الاسم في المكان هون كمان انه فعلا الاشي نوستالجيك، يعني انه انت عم تيجي بتعملي في المعرض في مطرح الانسان هذا مش راح يكون بيننا مرة تانية في متحف محمود درويش يعني. فكان هيك الاشي كتير له تأثير غريب علي يعني. المكان بخليكي بدون إشي يعني، بتمشي وبتتفرجي وبتصير بدك تصوري هاي اللقطة وهاي اللقطة وهاي الوردة وهاي الشجرة، فيعني هو المكان هيك بجذبك لا شك يعني. فبس هيك هو المكان هيك جذاب أكتر لأنك أنت تلتقطي صورة بأكتر من جانب. هذا المكان فريندلي يعني ودود مع الفلسطينيين، مش مكان فيه بيروقراطية عالية، مكان فيه بساطة في التعامل، يعني من مكان جبل أو أرض وعرة لمكان مرتب منظم مميز بالبنى بالتنسيق بالترتيب بالاجتذاب بالفنانين. هو صرح يعني لأكثر من حفل لأكثر من شخصية، فهو أكيد أثر بالجانب الإيجابي الثقافي في المنطقة. يعني المكان هان كيف مثلا بعز عليك ابنك أو إشي زي هيك، إنسان يعني عزيز عندي خلص يعني عشان انشأت الحديقة، يعني لما جيت هالمكان فيه شجر وورد كثير، فبتعز على الوردة تعز على الشجر إشي زي هيك، يعني لما تموت وردة تموت شجر أكيد بزعل عليها، لأنه 5 سنين باعتبار عشرة عمر، فكانك تعامل مع كائنات حية.
في كل يوم شيء، إما بتتعاملي مع محب أو مع عاشق أو مع مهووس محمود درويش. العرسان اللي بيجوا بتصوروا بالمكان جزء منهم لطبيعة المكان، الهوية الزراعية اللي بنحاول نقدمها عن فلسطين من خلال مجموعة الورود والأزهار والنباتات والأشجار الموجودة بالمتحف، أو من خلال إنه ارتباطهم الوثيق بمحمود درويش على المستوى المعرفي والإنساني. يعني يوم الكثير من الفلسطينيين ضايح محمود درويش في يوم ميلاده ب 13 آذار ويوم الثقافة الوطنية الفلسطينية، وتكرم العديد من القامات الأدبية والفنية والثقافية في فلسطين في هذه المناسبة. بالنسبة لي كساكن في رام الله، المكان هو واحة ثقافية، خليني أقول نيجي بنحضر كتير فعاليات ثقافية في المكان، إن كان عروض سينما، إن كان إطلاق كتب، إن كان معارض فنية لفنانين وما يشبه ذلك من نشاطات بتطلع بين وقت والتاني، ومرات تاخد تعبير خاص فيها. في هذا العالم الساقط المتروكة للخراب، تلك الأيدي لأصدقائي، كل هذه الوجوه المشوهة من حرب خسرناها، وجوه الأطفال المترامية بين الأسلاك الشائكة، هي وجوه أبنائي، كل الأمهات الثكالة اللواتي نسيهن العالم أمام دور العبادة، يشحذن خبز يومهن كلهن أمي. عمل حراك، مزبوط، عمل حراك وعمل تشجيع للكتاب، وفكرة أن يعني يطلق كتابك بالمتحف محمود درويش بحد ذاتها فكرة مغرية لجميع الكتاب، وشجعت آخرين وشجعت كثر من الناس أن يقدموا أمسيات في المتحف لأنه تحت مظلة واسم محمود درويش طبعا. وهذا الحراك كان إيجابي كثير وترك أثره علينا، إن احنا شاركنا في كثير من الأمسيات، استمعنا لكثير من التجارب، وشفنا لأول مرة اقتراحات ثقافية وإبداعية خلاقة من هذا المتحف، فهو ترك أثر وسيحسب له على المستوى التاريخي لاحقا. يعني سيتم دراسة هذه الحالة ومدى مساهمة متحف محمود درويش في إحياء الحركة الثقافية في فلسطين، وأثره اللي تركه واللي راح يتركه في مدينة وسكان مدينة رام الله. بشكل دائم ومستمر نلتقي فيه، مش كجسد، كروح، حتى من خلال كل الفعاليات اللي بتصير بهذا المكان، سواء كانت فعاليات بشارك فيها ضيوف عرب أو ضيوف أجانب أو حتى أدباء وكتاب فلسطينيين. مجرد أن الضيف يقف أو يقعد
وخلفه توقيع محمود درويش، هذا بيدلل على أنه محمود درويش ما زال حي. بعد 6 سنوات تأثير كأنه للمرة الأولى، يعني كل يوم كأنه اليوم الأول في المكان. شخصياً على المستوى الشخصي دائماً أنا كأنه في حدا عم بيستناني، يعني تصبح عليه الصبح وقبل ما أغادر كمان كأنه بودعه. باعتقادي إنه المتحف تحول وفرض نفسه مش بس كمتحف بالشكل الكلاسيكي إنه تفوت تتفرج على الحاجيات الشخصية لمحمود درويش، قصائده اللي كتبها بنفسه، ترجمات كتبه، يعني المتاحف تعرف عليها، لا، تحول إلى مركز ثقافي بامتياز، ليس فقط يحتضن بل أيضا يصدر نماذج إبداعية، وبات عنوان للجميع سواء على مستوى الأدب أو الفنون والسينما وحتى أحيانا المسرح، وليس فقط فلسطينيا وعربيا وعالميا. كتير كان جميل إني أحط لوحاتي هيك وأطلع على توقيعي وأطلع على توقيع محمود درويش وراي، هيك في إشي من الفخر والشموخ، والواحد بحس إنه عن جد يعني بحضرة إنسان عظيم، يعني إنسان ما متش بنظري يعني. وبتصور كمان إنه خصوصية المكان بتيجي إنه هو موجود فعليا في هذا المكان يعني. مجرد أن الضيف يوقف وراء الميكروفون عشان يلقي قصيدة أو يقدم أي مداخلة، وهذه المنصة مكتوب عليها يعني جملة الكل بيعرفها سواء كان فلسطيني ولا عربي على هذه الأرض ما يستحق الحياة، بدلل على أنه محمود درويش من قال هذه الجملة ما زال موجود بهذا المكان، وبكل أمسية بنكون فيها بكون محمود درويش موجود فيها. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.